السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ومساكم متابعين الكرام. اليوم فكينا رقاب الأعمدة ولا تعشيش الخطة السحرية عند مهندس مطق دعيج. راح أوريكم رقاب الأعمدة، طبعا القواعد عندنا ولا نقطة تعشيش. والآن إثبات مرة ثانية مع المهندس مطق دعيج، يثبت لكم أن السر كله كان في الخرسانة إذا كانت طرية ولا مطرية. وراح أراويكم الحين الرقاب الأعمدة ولا تعشيش أيضا، خلكم معي متابعين الكرام. هذا أول قاعدة، أول رقاب كبة عمود ولا تعشيش، قاعد أدور عليها ولا يوجد تعشيش. والآن هذه الثانية زاوية ثلاث الأبعاد ولا تعشيش، خلكم معاي للمصداقية بس. خلصنا الرقبتين، نجي الرقبة الثانية، وأيضا هذه الرقبة الثالثة. عندنا 51 رقبة عمود، فلذلك راح نختصر على الأجزاء البسيطة. نأخذ بشكل عشوائي، لا يوجد تعشيش. تحياتي مهندس مطق دعيج، اللي بيعرف مكونات الخلطة السرية يتصل علي وأنا حاضر، ما في شيء ينخش. هذا علم، والعلم لازم ينتشر بين المقاولين وبين الناس وأصحاب القصائم، ضروري جدا عشان نقول وداعا للتعشيش. هذه بعد الرقبة الثالثة، الحمد لله الأمور كلها طيبة. تونا فاكينا اليوم ورشينا ماي عشان كذي اللون مو موحد.